الحمد لله. اليوم السي رشيد اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. شحال هادي ما شفنا شي خير فحال هذا راشد. هادي الصامة يا الصامة منقطة بالكحل. المهم المليح كاين اليوم. عرفت شنو عندك اخي رشيد؟ من البحر اللي عندك. لا لا الحوت علاش قليل اليوم سي رشيد؟ استوى قيل حتى الجو البحريه مساكن ما كيقدروش يمشيو في هذه الليالي. يا ربي يا بالله. ولكن الخير اليوم الصامه شحال هذه ما تشنصها؟ شحال يكون فيها الكيلو هذه؟ خمسه الكيلو زياده. اللهم بارك. الخير 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 اليوم. اليوم الحوت موجود تبارك الله. ها الصول ها الناس اللي كيعجبها الصول ها السارمونيتي. مشكلة ديال نيغريتا هذه كتكون ملحمة شوية. اللهم بارك. هاي فيني يا حط طعم عدنا يا هادي. اللهم بارك. هادي ما فيها لا شوك لا والو. هادي كيجي شي واحد مقلق نعطيوها له هايدا صحيح. اللهم بارك. اليوم السي رشيد عنده المليح. ها هو جابكم الصامة. اللهم بارك. هادي كاين بعض الناس كيعملوها للعرس ياه. المهم هذا هو الدواء ديال البرد. اللهم بارك. إذن أهلا وسهلا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب في البث المباشر هنا مباشرة من السوق المركزي للحمامة البيضاء. اليوم مع هذه بداية الأسبوع طبيعة الحال نتمنى لكل متابعينا الكرام سواء داخل المغرب أو خارج المغرب بداية أسبوع موفقة إن شاء الله للجميع. اليوم متابعينا الكرام تزامنا مع الليالي البرد فهو قارس جدا هنا بالحمامة البيضاء، فما بالك بأعالي البحار كيف هي الأجواء؟ فالأجواء تكون باردة جدا، وهذا السبب اللي جعل اليوم متابعينا الكرام أن الحوت ما يكونش يعني بكميات اللي هي وافرة وكبيرة جدا. نتمنوا إن شاء الله أن الجو يتحسن من خلال تساقط أمطار الخير إن شاء الله. هذا ما نتمناه إن شاء الله خلال هذا الأسبوع الذي نعيشه هو الأسبوع تقريبا الثاني. إذا كيف قلت متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، فاليوم كاين هذا النوع ديال الحوت الصامة موالفين كنجبروه الحوت ديال الصامة فيه كيلو جوج الكيلو ثلاثة الكيلو، ولكن اليوم الصامة فهي من نوع الحجم الكبير تقريبا خمسة ديال الكيلو. هذا النوع ديال الصامة أو هذه الحوتة ديال الصامة كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، بالنسبة للثمن ديال الصامة فهو 100 درهم. بالنسبة للكروفيت فهو كان كيدير اليوم ما كايناش بحدود 60 درهم 70 درهم هذاك هو الجهد. بالنسبة للكرمبار فهو ب 100 درهم والحبار ب 100 درهم متابعينا الكرام. باقي الأنواع ديال الأسماك كاين الصول 100 درهم، كاين السرمونيتي وكذلك فشكادية نيغريتا أو فشكادية كحلة يعني اللي هو الترجمة ديالها إما نيغرا أو بلانكا نيغريتا بلانكا فشكا فهي دايره 50 درهم. وبالنسبه للكراميل داير 100 درهم متابعينا الكرام. هذه النيغريتا يعني منقيه معدله متابعينا الكرام. وهذه دورادا هي 100 درهم. وهذا هو البيض ديال الحوت كيف موالفين كتابعوا معنا متابعينا الكرام. كل
قيم الأسبوع متابعي قناة شوف طبيق أنا الشعب اللي كنحاولوا من خلالها أننا نقربكم أكثر من الأثمنة ديال الأسم. اليوم متابعينا الكرام الحوتة اللي هي كبيرة واللي متابعينا الكرام كتير انتباه ديال مجموعة ديال المرتفقين السوق المركزي هنا بالحمامة البيضاء هي سمكة الصامة كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذا الصور. لأن هذه السمكة ديال الصامة متابعينا الكرام الثمن ديالها 100 درهم. اللهم بارك. ها هو السي رشيد تبارك الله اللهم بارك من البحر اللي عندك ياك السي رشيد اللهم بارك. غادي دابا يجي مولاه ضروري يا اللهم بارك. دابا هذه إذا الداية أخر شحال الناس يقدروا ياكلوها؟ 10 15 ولا هذه الحوتة المجلس 10 الناس دابا هذه اللهم بارك باش كيعدلوها بالزبيب باهي اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك هنا ديال الحوتة ديال الصامة متابعينا الكرام اللي كاينة بأسواق الحمامة البيضاء والثمن ديالها داير 100 درهم. يعني شوفوا الشكل ديالها شوفوا الحجم ديالها موالفين كنلقاو الصامة يعني الحجم ديالها صغير فيها كيلو جوج كيلو إذا كانت كبيرة 3 الكيلو. اليوم اللهم بارك الصامة فيها 5 ديال الكيلو والزيادة متابعينا الكرام. بالنسبة لباقي الأنواع كاين كروفيت اللي هو قليل متابعينا الكرام اليوم ما كاينش تزامنا مع البروده ديال الطقس وكذلك كاين الكراميل او الحبار وكاين هذا يعني اليوم الصامه تقريبا كامله كبيره كامله الوزن ديالها 3 الكيلو 3.5 هي الصامه اللهم بارك كيف كتشاهدوا معنا من خلال هذا الصور اللهم بارك ضروري. هذا الحوت باقي الانواع كاين الصل كاين بشكاديه نيغريتا كيف كتشاهدوا معنا كارابالي. اذا متابعي قناه شوف طبيق قناه الشعب ما بقى لي الا انني نودعكم والى بث اخر دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سي رشيد او تاع خي الناس اللي كيتابعوك الملح كاين ان شاء الله ان شاء الله. واجي باقي شي ناس كيعملوا شي عراسات شي سوابع بالحوت ديالنا ديال تطوان ولا قليل تحياتي صحيح والحمد لله. اليوم تبارك الله البروده عليها الحوت قليل
البحاره ما قدروش مساكن انهم يخرجوا للبحر. الله يرحمنا الله يرحمنا بالشتاء نشوفوا عاود جميع الاصناف والانواع ديال الحوت.